إنجاز جديد لبوابة تقنية فتحت نافذة للتسهيل على المراجعين لتربط بلدية الكويت إلكترونيا مع الجهات الحكومية بمرحلتها الثانية، وعلى ضفتها الأخرى إشادة نيابية. نتمنى من جميع الوزراء أن تخطو نفس الخطوة هذه، وبالعكس أنها تتعلم، وحسب ما سمعنا وعرفنا أن أيضا بعض الدول المحيطة فينا واللي سبقتنا في هذه الأمور منادين جماعة البلدية عساس يتعلمون منهم ويعطونهم شنو الخطوات اللي سووها على هذا النظام الضخم أمانة. هذا من جانب. الجانب الآخر، أي موضوع في سيستم وفي نظام بكل تأكيد سيقلل من عملية الفساد اللي موجودة. سعيد جدا أني أرى بلدي تتحول إلى، أو مدن الكويت تتحول إلى مدن ذكية يعرف فيها ما هو على ظهر الأرض وما هو في باطنها، وهذا في دخولنا للمرحلة الثالثة بإذن الله. هذا اللي راح يساعد على بناء جسور، بناء مترو، بناء أي شيء آخر راح تعرف وراح يمشي من غير معوقات. بوابة بلدية الكويت وأميكانة خدماتها طريق نحو التطوير. اليوم نفتتح المرحلة الثانية من تطوير أعمال بلدية بالنسبة للميكنة، ولله الحمد والمنة انتهت المرحلة الأولى، وكل هذه الجهود بناء على توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء وحرصه الدائم على تحسين بيئة الأعمال، وأن تكون البلدية وكذلك كل جهات الدولة والوزارات الأخرى أن تعمل لتحسين هذه البيئة، بيئة الأعمال. ولوزارة التجارة نصيب لتحسين بيئة الأعمال. إذا كنا نريد أن نتكلم عن محاربة الواسطة، فأفضل طريقة لها هي ميكنة كل الإجراءات المختلفة. الميكنة وربط إلكتروني تساعد بشكل كبير في تلافي الكثير من السلبيات، منها مثل إضاعة الملفات، منها لا يحتاج الشخص أن يكون تواجد شخصي في مكان العمل أو الجهة أو الوزارة. 8000 رخصة أنجزت في المرحلة الأولى لتشمل ما نسبته 90% من معاملات البلدية بأفرعها. بعد مرور سنة وثلاثة أشهر من انطلاق المرحلة الأولى، هناك 8690 رخصة صدرت. هذه الرخص هي أعطت انعكاس على قدرة البلدية على التغيير، وبالفعل قدرنا أن نخلق سواء على مستوى المواطنين والمقيمين وسائل الإعلام بإيمان بأن البلدية قادرة على التغيير. رؤية نحو إنجاز معاملات تنهي زمن الورقة والقلم وإمضاء على معاملة، وذلك عبر نظام البوابة الإلكترونية. أحمد المسعودي لتلفزيون المجلس.